أعزتنا المشاهدين، كان كلامنا في بيان أن نظرية عدالة الصحابة نظرية باطلة، وإن الفرقة العمرية قد رووا في كتبهم ما لا يصدر إلا عن الفسق، ورووا ذلك عن الصحابة. وأعزتنا المشاهدين، من جملة ذلك ما فعل عمر في قصة الزنا المغيرة ابن شعبة محصنا، فإنه منع الشاهد الرابع من أداء الشهادة، وإن ذلك ظلم بوجوه كثيرة. أولا، إن ذلك ظلم على هؤلاء الشهود، لأن الله تبارك وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإن الشاهد الرابع إذا منع عن الشهادة، فتبعا إن الشهود الثلاثة الأول إنهم يجلدون كل واحد منهم 80 جلدة، وثم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذا ظلم آخر على هؤلاء الشهود، بأنهم يفسقون ولا يقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، ثم إنهم يفسقون. فهذا ظلم وتفسيق على هؤلاء الشهود، وطبعا في هذا تبرئة عن ذاك الزاني الفاسق وهو المغيرة ابن شعبة. أعزتنا المشاهدين، إن الفرقة العمرية قالوا وحاولوا أن يدافعوا عن عمر بأنه لم يمنع زياد بن أبيه عن الشهادة، وقلنا لكم إن هذا كلام باطل، إن عمر بن الخطاب قد شتم الشاهد الرابع وهو زياد بن أبيه، وإن عمر بن الخطاب ثم صاح عليه وشتمه ومنعه من الشهادة كما بينا لكم في الحلقة الماضية. أريناكم في الحلقة الماضية أعزتنا المشاهدين الحديث الذي رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح، بل لاحظوا هذا الحديث مرة أخرى، شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي الجزء الرابع، تبع عالم الكتب، تبع في سنة 1414. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 153 تجدون ذلك الحديث. ها هي رواية رقم 6134، يروي بسند صحيح الذي صححه العيني وكذلك الألباني كما أريناكم في الحلقة الماضية. أعزتنا المشاهدين، بل عن أبي إثمان النهدي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر، حتى عرفنا ذلك وأنكر لذلك، وجاء آخر يحرك بين بيديه، فقال: ما عندك يا سلح العقاب؟ وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر حتى كدت أن يخشى علي. قال: رأيت أمرا قبيحا. قال عمر: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وآله، فأمر بأولئك النفر فجلدوا. أعزتنا المشاهدين، هذا الحديث سنده صحيح، وأيضا قد رواه ابن قدامة في كتاب المغني باختلاف يسير، لا بأس بأن نريكم ذلك أيضا، هذا كتاب المغني لابن قدامة الجزء العاشر، تبع دار الكتب العربي. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 130 تجدون هذا الحديث. وروى صالح في مسائله بإسناد
بإسناده إلى عن أبي إثمان النهدي قال جاء رجل إلى عمر فشهد على المغيرة ابن شعبة فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فاستكبر ذلك عمر، يعني كان ثقيلا على عمر. ثم جاء شاب يخطر بين يخطر بيديه فقال عمر ما عندك يا سلح العقاب؟ وهذا كما قلنا لكم تحقير وشتم لذلك الرجل. وصاح به عمر صيحة فقال أبو عثمان والله لقد كدت يخشى علي. إن الحاضر في ذلك المجلس أبو عثمان النهدي الذي هو من رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة، وهو من كبار التابعين، قد روى عن عمر وغيره وقد غزا في خلافة عمر، فهو يقول بالنسبة إلى صيحة عمر كدت أن يخشى علي. فهذا أعزتنا المشاهدين هذا صريح بالتهديد، إن عمر بن الخطاب هدد وخوف ونكل زياد بن أبي عن الشهادة. بلى. فقال يا أمير الفاسقين رأيت أمرا قبيحا، فقال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله فأمر بأولئك النفر فجلدوا. أعزتنا المشاهدين إن هذا الحديث سنده صحيح كما صحح ذلك الألباني في أرواء الغليل. أعزتنا هذا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف الألباني الجزء الثامن طبع سنة 1399 في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 28 إن الألبانية قد صحح هذا الحديث. بلي حديث رقم 2361 بلي أخرجه الطحاوي بلي بنفس السند وبنفس الألفاظ قلت وإسناده صحيح وإسناده صحيح، فالحديث صحيح حتى بتصحيح الألباني. أعزتنا المشاهدين هذا الحديث صريح بأن عمر شتم الشاهد وصاح عليه صيحة قوية صيحة جدا غليظة، فإن ذلك خوف ذلك الشاهد بحيث قال أبو عثمان النهدي كدت أن يخشى علي من شدة صيحة عمر. وقد أريناكم في الحلقة الماضية إن العينية محمود العيني هو من كبار علماء العمرية في الرواية وفي التصحيح وفي التضعيف وفي معرفة الحديث وفي معرفة معنى الأحاديث، وهو صاحب كتاب عمدة القاري، وقد أريناكم المدح والثناء الجميل الغالي في الحلقة الماضية عندكم، انظروا إلى كلامه مرة أخرى. نخب الأفكار في شرح معاني الآثار تأليف العيني المجلد الرابع عشر طبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والشؤون الإسلامية بدولة قطر في سنة 1429. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 481 تجدون ما يقول العيني في هذا الباب. ها هي صفحة 482 أو 83 أعزتنا المشاهدين. قول عمر يا صلح العقاب، بل صلح صلحا إذا خرى مائعا والصلاح بالذم النجو. قال الجوهري والعقاب طائر معروف، فشبه عمر زيادا بصلح العقاب وهو نجوه المائع الذي يضرقه تحقيرا له وتهديدا عليه في شهادته. أعزتنا المشاهدين إن القاضي إذا يصيح على الشاهد ويشتمه، وإن قبل ذلك إن الشهود الذين شهدوا فبسبب تلك الشهادات تغير لون عمر، وإن ذلك كان ثقيلا على عمر، فطبعا إن الشاهد يخاف وإن الشاهد يعلم إن القاضي لا يرضى بشهادته بنفس الصيغة الذي شهد به الشهود الأول. هذا واضح، فإن هذا التهديد وهذا التحقير وهذا الشتم هو ظلم عظيم. أولا إنه إسقاط الحد عن الزاني، وقال الله تبارك وتعالى ومن يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يتعدى حدود الله
من يخالف حدود الله، ومن ذلك طبعا إسقاط الحد عن الجاني، عن ال عن ال عن الزاني، بل فحينئذ هذا سبب لدخول النار والخلود في النار. وثانيا إن ذلك ظلم، وهذا لا يقاس بقضية ماعز، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقن ماعزا لكي لا يقر على نفسه. لماذا؟ لأنه إذا لم يتم شهادة الشاهد الرابع، إن الشهود الثلاث الأول وكلهم من الصحابة، وأبو بكر كما أريناكم كان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أفاضل الصحابة، فحينئذ إنهم سوف يفسقون وسوف يجلدون جلدة المفتري وجودة جلدة القذف، وإنهم لا يقبل لهم شهادة أبدا، وهذا ظلم عظيم عليهم. تحقيرا وتهديدا عليه في شهادته، لأنه لو شهد مثل شهادة رفيقيه لكان ترتب الرجم على المغيرة، فلما لم يفصح في شهادته استثناه عن الرجم. وجلد الثلاثة حد القذف، وفرح عمر عنه على ذلك وقال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله. وهذا كلام عجيب من عمر، وهذا الثلاثة الأول الذين يجلدون جلدة القذف، ثم بل وقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فإنهم يفسقون بنص القرآن الكريم وإنهم يجلدون وإنه لا يقبل شهادتهم، فكيف هؤلاء ليسوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وفقد المغيرة بن شعبة الذي زنى، وإن عمر قد شهد بعد ذلك إن الشهود كانوا صادقين في شهادتهم. عجيب هذا كلام عمر بن الخطاب. والحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله، بل كأنه الثلاثة لم يكونوا من الصحابة. ثم أعلم أن أبا بكر نفيع بن الحارث من خيار الصحابة، وهو يجلد بسبب أن عمر أخاف وحدد الشاهد الرابع، وشبل بن معبد ابن فلان ابن فلان الصحابي هو أيضا صحابي، وأبو عبد الله ابن نافع بن الحارث صحابي أيضا، فإنه قد تعرض ثلاثة من الصحابي بالفسوق وبالجلد وبأن لا يقبل شهادتهم أبدا. بسبب ماذا؟ بسبب أن عمر بن الخطاب قد هدد الشاهد الرابع، لأنه ما كان يريد أن يقيم حد الزنا على مغيرة ابن شعبة. أعزتنا المشاهدين، إن العلماء العمرية قد شهدوا أن عمر قد منع زياد بن أبيه من الشهادة، ونحن نريكم بعض النصوص من ذلك. هذا كتاب الشرح الكبير للرافعي في الشرح الشافعية في الفقه الشافعية، العزيز المعروف بالشرح الكبير تأليف الرافعي القزويني الشافعي، وهذا الكتاب شرح على الوجيز للغزالي في الفقه الشافعي، بل كتاب الوجيز في الفقه الشافعي هو للغزالي، وهذا هو شرحه المعروف الشرح الكبير للرافعي. الجزء 11 تبع دار الكتب العلمية، طبع سنة 1417. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 234 والثاني، نعم، إن لأن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة ابن شعبة، فقال أرى وجه رجل وسيم لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أعزتنا اعتراف صريح
بأن عمر قد منع وقد أوقف زياد بن أبيه من الشهادة على المغيرة بن شعبة. انظروا، والثاني لأن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة، عرض لزياد بالتوقف يعني منعه من الشهادة، بل وإنه خافه من الشهادة، منعه من الشهادة. عرض لزياد، إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة، فقال: أرى وجه رجل وسيم لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا كيف إذا، بل إنه ربما لم يرى الحديث الصحيح الذي رواه الطحاوي، وفيه شتم زياد وقال: يا صلح العقاب ماذا عندك؟ وصاح عليه صيحة، قال أبو عثمان النهدي: كدت أن يخشى علي. وتكلموا فيه أنه كيف جاز لعمر ذلك التعريض لدفع الحد عن المغيرة. هذا صريح تكلموا، يعني إن الفقهاء قد استغربوا وتعجبوا كيف جاز لعمر، كيف جاز لعمر أن يوقف زياد بن أبيه عن الشهادة، كيف جاد ذلك؟ أمر حرام. وتكلموا في أنه كيف جاز لعمر ذلك التعريض لدفع الحد عن المغيرة، فهذا اعتراف صريح أن عمر قد منع زياد بن أبيه من الشهادة، ولكن تكلموا كيف جاز له، كيف جاز له أعزتنا المشاهدين. بل ثم إن الوجه الذي هو يأتي وفيه إثبات الحد على الثلاثة الذين شهدوا صريحا على المغيرة وعجابوا عنه بوجود، في هذا فيما فعل عمر بن الخطاب منع زياد بن أبيه عن الشهادة، فيه ماذا؟ ظلم على الثلاثة الأول، لأنهم شهدوا بالصراحة على المغيرة بالزنا. لو كان عمر يريد أن يمنع الشهود منعهم من البداية، منعهم من البداية لكي لا يجب حد القذف على الثلاثة، ثم ليس فقط حد القذف، ثم إنهم بل لا تقبلوا شهادتهم أبدا، شهادتهم لا يقبل وهم الفاسقون، وإنه يثبت فسقهم، هذا ظلم عليهم. فماذا كيف أجابوا عن ذلك؟ الحد الذي تعرض له المغيرة الرجم، وحدهم حد القذف، وهو أنه أهون من الرجم. هذا أعزتنا المشاهدين، هذا اعتراف صريح إن المغيرة قد زنى، وحد المغيرة ماذا؟ هو الرجم، فإن عمر أراد أن يسقط الرجم عن المغيرة، وأثبت أن ماذا؟ الجلد على الثلاثة الأول. هذا أعزتنا المشاهدين، أليس هذا الظلم؟ إن المجرم الذي يزني جهارا وهو عامل عمر على البصرة، يزني بإحدى المسلمات وربما هي صحابية أيضا، ولكن هي قطعا زوجة أحد الصحابة، يزني بها، يريد أن يسقط الحد عنه ولا يبالي بذلك، أن يجلد الثلاثة الذين لا جرم لهم. بل الحد الذي تعرض له المغيرة الرجم، وحدهم القذف، وأنه أهون من الرجم، ومنها أنهم كانوا مندوبين إلى الستر، بل إن الثلاثة كانوا مندوبين إلى الستر، هذا إلى الستر، كانوا مندوبين إلى الستر على الثلاثة. بل أعزتنا المشاهدين، إذا كان الثلاثة مندوبين إلى الستر، هذا أمر مندوب مستحب، تنازلنا وقلنا كان مستحب للثلاثة أن لا يشهدوا، وهذا لا نقبل ذلك، ذلك كلام باطل. إن الثلاثة لم يكونوا بمندوبين بالستر، بل إنه إذا طلب الشهادة من أحد الناس إنه يجب أن يشهد بذلك ولا يكتم الشهادة، كتمان الشهادة ذلك حرام. نتنازل عن ذلك ونقول إنهم كانوا مندوبين إلى الستر، ألم يكن مغيرة واجب عليه أن يجتنم من الزنا؟ مغيرة عنده زوجات كثيرة، ولكن مع ذلك هو يزني، فحينئذ هؤلاء الثلاثان لو افترضنا وسلمنا انهم ارتكبوا ماذا؟ لم يلتزموا بامر مستحب،
ولكن هذا عامل عمر على البصرة مغيرة بن شعبة يزني جهارا. فيا سبحان الله من لا يلتزم بالحرام وبالاجتناب عن الفاحشة هو بل يخلص. وإنه إن الذي يجب عليه أداء الشهادة ويحرم عليه كتمان الشهادة هو يرجم ويجلد. ومنها أنهم كانوا مندوبين إلى الستر. ألا ترى أن ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنا وقال له بادر إلى النبي صلى الله عليه وآله قيل أن ينزل الله قبل أن ينزل الله فيك قرآن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال هلا سترته بثوبك يا هزال. فلما ترك المندوب استحق والتلغيظ. يا سبحان الله يا سبحان الله أعزتنا المشاهدين، هذا ترك المندوب، ترك المندوب أشد أم ارتكاب الزنا أشد. لو كان الأمر دائرا بأن أنت تعذب إما من لم يأتي بالمستحب وإما من أتى بفاحشة الزنا، فأيهما أولى بالعذاب والتنكيل؟ طبعا وقوله في الكتاب وللقاضي أن يستر على السارق، بلي القاضي يستر على السارق، بلي ذلك إذا لم يكن ضرر للآخرين. إن السارق الذي يريد أن يعترف ويقر على نفسه، نعم إن القاضي يستحب له بأن يلقنه كلمات لكي لا هو يعترف بالسرقة، أو كذلك الزاني لكي لا يجي عليه الحد. ولكن هذا المسألة شيء آخر، فيه ظلم على الثلاثة الشهود. فعزتنا المشاهدين، إنكم رأيتم ما هم أولا، إنهم اعترفوا بأن ما فعل عمر بن الخطاب هو بلا شك وبلا ريب هو إنه عرض لزياد بن أبيه التوقف عن الشهادة على المغيرة بن شعبة. ثم إنهم اعترفوا أن في ذلك ظلم على الثلاثة الشهود الأول وهم من الصحابة. ثم إنهم حاولوا أن يأتوا بهذه التبريرات، وأنتم تعلمون أن هذا التبريرات لا يفيدهم شيئا. وكذلك ذكرت ذلك في البدر المنير. أعزتنا المشاهدين، نريكم إن أعلامهم قد اعترفوا بأن إن عمر بن الخطاب قد منع زياد بن أبي عن الشهادة. هذا كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والواقعة في الشرح الكبير، تأليفه أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، المجلد الثامن طبعه دار الهجر للنشر والتوزيع. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 684 الأثر العاشر، أن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة. قال لا أرى وجه رجل لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافعي وتكلموا في أنه كيف جاز لعمر بن الخطاب هذا التعريف لدفع الحد عن المغيرة، وفيه إثبات الحد على الثلاثة الذين شهدوا صريحا على المغيرة، وعجابوا عنه بوجوه، ثم يذكر تلك الوجوه ونحن قد أجبنا عن تلك الوجوه. أعزتنا المشاهدين، ومن أعلامهم الذين قد شهدوا بذلك هو ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. هذا كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، المجلد السادس، يحتوي على الجزء 11 و12، طبع الأميرة في بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 337 قلت أما المغيرة فلا شك عندي أنه زنى بالمرأة. وكذلك إن عمر اعترف بذلك أن المغيرة قد زنى بتلك المرأة، ولكن يقول ولكن لست أخطي عمر في درع الحد عنه.
ولكن إن عمر في درع الحد عن مغيرة إنه بل كان ليس خاطئا، لأنه قد فعل فعلا صوابا. كيف فعل فعلا صوابا يا ابن أبي الحديد؟ وإنك تعترف إن المغيرة قد زنى، وإن عمر بن الخطاب قد منع الشاهد من أداء الشهادة، وهذا لا يجوز للقاضي، وفي ذلك ظلم، وفي ذلك أولا إسقاط الحد عن الزاني، وثانيا إن في ذلك ظلم على الثلاثة الأول من الشهود وهم من الصحابة الأخيار. وهذا اعتراف صريح أعزتنا المشاهدين بأن المغيرة قد زنى، وأيضا فيه اعتراف بأن عمر بن الخطاب قد منع زياد بن أبيه عن أداء الشهادة، وهو يعترف ذلك في مقام آخر أيضا. إذا استطعت أن أريكم ومن أعلام العمرية الذين شهد بذلك أعزتنا المشاهدين هو الطوفي في شرح مختصر الروضة. هذا كتاب شرح مختصر الروضة، شرح مختصر الروضة للطوفي، الجزء الثاني، طبع المملكة العربية السعودية في سنة 1419. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 173، انظروا 173، قلت هذا بعد أنه يروي القصة، هذا ما انتهى إلينا من قسم من القصة من هذه الجهة. وفي قول علي عليه السلام إن ضربته رجمت صاحبك إشكال، بل هذا نبين لكم وجهه فيما يأتي. لأن أبا بكر وإن كان صحابيا مكرما ولا نظن به الكذب خصوصا في هذا الأمر العظيم، غير أنه بحكم الآية الكريمة قد صار فاسقا. أبا بكر وإن كان صحابيا مكرما ولا نظن به الكذب خصوصا في هذا الأمر العظيم، هذا اعتراف صريح بأن أبا بكر كان صادقا في أداء الشهادة، وإنه ونافع وشبل إنهما أيضا صحابيان، إن هؤلاء الأصحاب الثلاثة إنهم شهدوا بالصدق، إنهم رأوا مغيرة ابن شعبة بالزنا، ولكن إن عمر منع الشاهد الرابع عائزتنا المشاهد، هذا أيضا بل أيضا إنه اعتراف بما نحن بصدده، والحمد لله رب العالمين. أعزتنا المشاهدين، ومن هو مصنف هذا الكتاب الطوفي؟ الطوفي الذي هو سليمان بن عبد القوي الطوفي، نريكم ترجمته فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، بل لا بأس بأن أريكم الآن. الكتاب الذي أريناكم هو شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، تأليفه سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، متوفى سنة 716، من أعلام القرن الثامن. فهذا هو الطوفي، ترجمة الطوفي أعزتنا المشاهدين نريكم. هذا كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني. ها هي المجلد الصفر الثاني، المجلد الصفر الثاني. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 154 تجدون ترجمة الطوفي. سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن السعيد بن الصفي المعروف بابن أبي العباس الحنبلي نجم الدين، وهو الطوفي بضم الطاء وسكون الواو بعدها فاء، أصله من قرية الطوف، قرية ببغداد، ثم قدم الشام فسكنها مدة، ثم أقام بمصر واشتغل في الفنون وشارك في الفنون وتعانى التصانيف في الفنون، وكان قوي الحافظة شديد الذكاء، قرأ على الزين علي بن محمد الصرصري بها، وبحث المحرر على التقية الزريراني،
وقرع العربية على فلان وفلان وفلان. بلي، وهذا هو الطوفي، ترجمة الطوفي أعزتنا المشاهدين. جيد أعزتنا المشاهدين، هذا ما رأيتم بهذا في هذا الأمر أعزتنا المشاهدين. ومما يدل على أن عمر بن الخطاب قد منع زياد بن أبيه أن يشهد على المغيرة بن شعبة بالزنا أعزتنا المشاهدين، هو إن أبي عثمان النهدي قد شهد بأن زياد بن أبي نكل عن الشهادة أو نكل عن الشهادة، ونحن نبين لكم ذلك. أما قبل أن نبين لكم ذلك، نريكم أن زياد بن أبي قبل أن يأتي إلى الكوف إلى المدينة المنورة، إنه قد شهد على المغيرة بالزنا في البصرة، فهذا خير دليل إن الرجل قد غير رأيه بل في المدينة. انظروا، هذا كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، بل نصب الراية تأليف الزيعلي الحنفي، متوفى سنة 762، تحقيق محمد عوامة، طبع مؤسسة الريان للنشر والتوزيع. في هذا الكتاب أعزتنا في المجلد السادس الجزء الثالث، الجزء الثالث صفحة 345، أثر آخر أخرجه الحاكم في المستدرك في فضائل المغيرة بن شعبة عن أبي عتاب سهل بن حماد، حدثنا أبو كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكر قال: كنا جلوسا عند باب الصغير الذي في المسجد، أبو بكر وأخوه نافع وشبل بن معبد، فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد، والمسجد يومئذ من قصر، والمغيرة يومئذ أمير البصرة، أمره عليها عمر بن الخطاب، فانتهى إلى أبي بكر فسلم عليه، فقال له أبو بكر: يا أيها الأمير، ليس لك ذلك، اجلس في بيتك وابعث إلى من شئت. فتحدث معه، فقال: يا أبا بكر، ولا بأس. ثم دخل المغيرة من باب الأصغر حتى تقدم إلى باب أم جميل، امرأة من قيس، فدخل عليها، فقال أبو بكر: والله لا صبر لي على هذا. ثم بعث غلاما له وقال له: ارق الغرفة وانظر من الكواه، فذهب فنظر فلم يلبث أن رجع فقال: وجدتهما في لحاف. فقال أبو بكر للقوم: قوموا معي. فقاموا، فبدأ أبو بكر فنظر ثم استرجع، ثم قال لأخيه: انظروا إخوتنا العزاء، هذا مهم جدا. ثم قال لأخيه: انظر. فنظر فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بل الزنا محسنا. ثم قال للشبل: انظر. فنظر فقال مثل ذلك. ثم قال لزياد: انظر. فنظر فقال مثل ذلك. فقال: أشهد الله عليكم. قالوا: نعم. ثم كتب أبو بكر إلى عمر بن الخطاب بما رأى. فرأيتم أعزتنا المشاهدين إن زياد ابن أبي في البصرة قد شهد بالزنا محسنا. ثم حين أتى هو في المدينة المنورة، عمر صاح عليه وشتمه، وعرف زياد إن عمر لا يرضى بشهادته بالزنا، فغير الشهادة وكتم الشهادة. فهمتم؟ أما الروايات التي تنص أن زياد بن أبيه نكل عن الشهادة، نريكم ذلك أعزتنا المشاهدين. هذا كتاب تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير عبد الرزاق الصنعاني لأحد الأقدمين من المحدثين من أهل صنعاء بيمن، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم، الجزء الثاني طبع مكتبة الرشد في الرياض. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 52،
قال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب. وهذا الحديث أعزتنا المشاهدين في غاية الجودة سندها. شهد على المغيرة بن شعبة 4 نفر بالزنا فنكل زياد. هذا يمكن لكم أن اقرأوها بالثلاثية المجرد فنكل زياد أو نكل زياد، كلاهما صحيح. نكل معناه جبنا جبنا، وفنكل زياد يعني جبنا عن الشهادة، ونكل يعني خوف وهدد عن الشهادة. قال سعيد بن المسيب شهد على المغيرة بن شعبة 4 نفر بالزنا فنكل زياد. فزياد نكل، زياد نكل معناه ماذا؟ جبنة كما نريكم. فحد عمرو الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا فتاب 2 فقبلت شهادتهما. وأبى أبو بكر من أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات. وكان قد عاد مثل النصل من العبادة، كان مثل السهم، النصل هو السهم، كان من شدة العبادة بل أصبح كالسهم. بل يعني أبو بكر كان جدا رجل عابد ورجل زاهد جدا. أعزتنا المشاهدين، هذا صريح بأن زياد نكل عن الشهادة. انظروا أعزتنا المشاهدين في شرح معاني الآثار الحديث الذي يرويه أبو جعفر الطحاوي، ها هي شرح معاني الآثار لأحمد بن سلامة الطحاوي الجزء الرابع تبع عالم الكتب في سنة 1414 في هذا الكتاب في صفحة 153. هذا الحديث الملون الذي ترونه في ذيل ذلك الملون حديث رقم 6135 يروي بسنده عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة 4 فنكل زياد أو نكل زياد، زياد بن أبي سفيان، فجلد عمر بن الخطاب 3. أعزتنا المشاهدين، في هذا الحديث أيضا وكان أبو بكر لا تقبل شهادته لأنه أبى أن يتوب وكان مثل النضل من العبادة. وهذا ظلم آخر عليهم أعزتنا المشاهدين، إن عمر قد أكره الثلاثة بالتوبة وهو يعلم إنهم صادقين، وهو يعلم إنه صادقين، وهو يعلم إن زياد بن أبيه إن عمر منعه من الشهادة. فحينئذ هذا ظلم آخر، واثنان من الثلاثة إنهم تاب، أما أبو بكر لم يتب وقال وأصر على قوله إن المغيرة ابن شعبة وزان وزان، فحينئذ ما كان يقبل شهادته حتى مات. ويقول هذا كان مثل النضوي من العبادة، كان شديد العبادة. وأيضا قد روى ذلك بأسانيد عبد الرزاق في المصنف، وقد روى هذا الأمر كثير من الناس في كتبه. هذا كتاب المصنف في الأحاديث والآثار للصنعاني الجزء 7 تحقيق حبيب الرحمن العظمي طبع سنة 1402 في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 384. عبد الرزاق المعمر عن الزهري عن ابن المسيب هذا الحديث سنده صحيح بشرط البخاري ومسلم. قال شهد على المغيرة بن شعبة 3 بالزنا ونكل زياد. ثم بسند آخر عن ابن المسيب شهد على المغيرة بن 4 بالزنا فنكل أو فنكل زياد. أعزتنا المشاهدين، هذا كما شاهدتم وهذا جاء في كثير من الأحاديث، بل النكول عن الشهادة. ما معنى ذلك؟ هو أن النكول عن الشهادة هو الجبن عن الشهادة، الخوف عن الشهادة، كما صرح بذلك أعلام العمرية. وجاء ذلك مثلا في كتاب سنن ابن ماجه كما نريكم، هذا كتاب سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني.
طبع دار الفكر طبع في سنة 1429 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب عزتنا في صفحة 473 473 كتاب الطلاق حديث رقم 2038 عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاعت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلفت بطلت شهادة الشاهد وإن نكل زوجها عن الحلف فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز الطلاق. وقد صرح على هذا الأمر الأعلام من اللغويين، نريكم بعض التصريحات. هذا كتاب تهذيب اللغة تأليف الأزهري الجزء العاشر تبع الدار المصرية للتأليف والترجمة. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 246 ويقال: نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولا إذ جبن عنه، إذ أصبح جبانا وخاف عن إتيانه. نكل الرجل نكولا إذ جبن عنه. وقد صرح بذلك ابن منظور في لسان العرب، هذا كتاب لسان العرب لابن منظور الأفريقي المجلد 11 طبع دار صادر في بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 677 نكل عنه ينكل وينكل نكولا، ونكل نكص يقال نكل عن العدو وعن اليمين ينكل بالضم أي جبنا، ونكله عن الشيء صرفه عنه. فأعزتنا المشاهدين أن كثيرا من المحشين الذين كتبوا على مصنف عبد الرزاق وغيرهم أنهم كتبوا فنكل زياد يعني صرف زياد، وهذا أصرح في مقصودنا. وقد صرح بذلك في صحاح اللغة، هذا كتاب الصحاح في اللغة للجوهري الجزء الأول تبع دار العلم للملايين. في هذا الكتاب أعزتنا في المجلد الخامس منها في صفحة 1835 ونكل عن العدو وعن اليمين ينكل بالضم أي جبنا، والناكل هو الجبان الضعيف أعزتنا المشاهدين. وكذلك كتاب العين، إن الفراهيدية في كتاب العين نص على نفس المعنى. كتاب العين الجزء الخامس تأليف بني خليل بن أحمد الفراهيدي في صفحة 371 من هذا الكتاب يقال نكل الرجل عن صاحبه إذ جبن عنه. فأعزتنا المشاهدين أريناكم هذه النصوص الكثيرة من اللغويين أن النكل ينكل نكولا ومعناه إذا جبن عن الآمر وجبن عن الحلف أو اليمين أو الشهادة. وأنتم رأيتم إن سعيد بن المسيب عند الفرقة العمرية من أعلامهم، وإنه جدا محترما عندهم.
عندنا سعيد بن المسيب من التابعين وفي الزهد وفي العلم وفي العبادة عندهم جدا محترم وجدا عظيم، ومن رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة، والكل كل موافقون على علمه وعلى ثقته وعلى زهده وتقواه. إن سعيد بن المسيب الكل قصدي العلماء العمرية. فحينئذ أعزتنا المشاهدين، إن سعيد بن المسيب إنه يشهد بأن زياد بن أبيه نكل عن الشهادة أو نكل عن الشهادة، فحينئذ جبن عن الشهادة أو صرف، يعني صرفه عمر بن الخطاب عن الشهادة، وهذا واضح بأن عمر بن الخطاب منعه من الشهادة وصرفه عن الشهادة، وهذا صريح في المعنى الذي نحن نقصده. من الطرفة في هذا المقام أعزتنا المشاهدين، إن عمر بن الخطاب بنفسه قد شهد إن الشهود إنهم صدقوا في هذا الأمر، إن الشهود صدقوا، وإن هذا الأمر مروي عن عمر بن الخطاب بوجوه كثيرة، ونحن نريكم ذلك الوجوه. أريناكم قبل قليل ترجمة سليمان بن عبد القوي الطوفي. أعزتنا المشاهدين، هذا كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي، شرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثاني، تبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مملكة الإرهاب السعودية، طبع في سنة 1419. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 173، انظروا إلى القسم الملون. قال الشعبي، والشعبي هو من رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة، ونريكم ترجمته. وافقت أم جميل بنت عمرو التي رمي بها المغيرة بن شعبة بالموسم عمر والمغيرة. إن عمر والمغيرة بن شعبة حجوا حجة، وفي ذلك السنة أم جميل أيضا المرأة التي اتهم بها المغيرة أيضا أتت للحج. فقال له عمر: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هذه أم كلثوم بنت علي عليه السلام. فقال: أتتجاهل علي؟ والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء. قلت: لأن عمر عرض للشاهد الرابع بأن لا يشهد بأني بقوله إني أرى رجلا لن يخزي الله على لساني رجلا من المهاجرين، وكان قصده بذلك خيرا، ومع ذلك خشي أن يكون قد عان على إبطال حد من حدود الله عز وجل. أعزتنا المشاهدين، إن عمر والمغيرة حج، وكذلك جاءت للحج أم جميل الزانية، فاجتمعوا في الحج. فقال عمر: أتعرف هذه؟ قال: لمن؟ قال: للمغيرة بن شعبة. قال: مغيرة بن شعبة لأنه رجل حرامي من دهات العرب، هي أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام. فقال عمر: أتتجاهل؟ انظر، أتتجاهل علي؟ والله ما أظن أبا بكر كذب عليك، إن والله ما أظن أبا بكر كذب عليك، إنهم صدقوا عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء. كل مرة إني رأيتك يا مغيرة أخاف أن أرمى بحجارة من السماء. أعزتنا المشاهدين، هذا صريح إن عمر بن الخطاب كان يعلم إن الشهود صدقوا، وإن الشهود كانوا صادقين، وإن عمر بن الخطاب كان على اليقين إن المغيرة بن شعبة ابن شعبة زنى بأم جميل، وأيضا إن عمر بن الخطاب هو الذي صرف الشاهدة من الشهادة، ولأجل ذلك يقول: كل مالي والله ما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء، لأن عمر بن الخطاب قد أتى بأمر عظيم، وماذا؟ إنه ظلم
ومنع الشاهد من الشهادة، ومنع من الشاهد عن أداء الشهادة، وإنه جلد الأبرياء، ثلاثة من الصحابة الأبرياء جلدهم بالقذف، وإن الزاني تركه حتى لم يعزره، حتى لم يعزره تعزيرا، حب إنه لم يثبت حد الزنا، ولكن التعزير هذا ثابت حتى لم يعزره. فحينئذ أعزتنا المشاهدين، كما يقول المصنف، لأن عمر عرض للشاهد الرابع بأن لا يشهد بقوله إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين، وكان قصده بذلك خيرا. ماذا كان قصده خيرا؟ قصده أن لا يرجم المغيرة وهو عامله على البصرة، ولا يبالي الزاني، الزاني لا يرجم لا يبالي، والأبرياء يجلدون ثم إنهم يفسقون، ثم عمر يذهب إليهم ويطلب منهم التوبة، وعمر يعلم إنهم الصادقون. يا سبحان الله، أليس هذا ظلم أعزتنا المشاهدين؟ قد روى هذا ممن؟ من الشعبي. أعزتنا المشاهدين، هذا هو الشعبي، سير أعلام النبلاء للناصبية الذهبي، الجزء الرابع، تبع مؤسسة الرسالة، طبع في سنة 1417. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 294 الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل ابن عبد ابن ذي كبار وذو كبار، عين يعني من رجال البخاري والمسلم وكتب الأربعة، هو إمامهم، علامة العصر، أبو عمرو الحمداني ثم الشعبي. بلي، هذا الرجل الشعبي أعزتنا المشاهدين، ماذا قال في حقه أحمد بن حنبل؟ هذا كتاب موسوعة أقوال أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، طبع عالم الكتب، المجلد الثاني. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 208 انظروا إلى الفرقة على الفوق، الثانية من الفوق. وقال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا قال أخبرنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال سمعت الشعبي أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا إن عثمان وعليا وطلحة والزبير، بلي قالوا إن هؤلاء، قالوا إن عليا عليه السلام في الجنة، وعثمان وطلحة والزبير. على كل حال، التقى ب500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي قد روى إن عمر وأم جميل والمغيرة التقوا في الحج، وقد روى ذلك أبو الفرج الإسبهاني بالسند في كتاب الأغاني. أعزتنا المشاهدين، هذا كتاب الأغاني، المجلد 16، تأليف أبو الفرج الإسبهاني، طبع دار صادر، سنة الطباعة هي ماذا؟ 1423. في هذا الكتاب في صفحة 67 أعزتنا المشاهدين، 67، يروي بسندي حدثنا ابن عمار والجوهري قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي، وهذا السند لا إشكال في ذلك، عمر بن شبه، علي بن محمد، عن يحيى بن زكريا، عن مجالد عن الشعبي، هؤلاء الرجال ثقات أعزتنا المشاهدين. كانت أم جميل بنت عمر التي رمي بها المغيرة بن شعبة بالكوفة، تختلف إليها المغيرة في حوائجها فيقضيها لها، قال فوافق ووافقت عمر بالموسم والمغيرة هناك، فقال له عمر أتعرف هذه؟ قال نعم، هذه أم كلثوم
بنت أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له عمر: أتتجاهل علي؟ والله ما أظن أبا بكر كذب علي، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء. أعزتنا المشاهد، هذا سند صحيح عن الشعبي قد روى ذلك. إن عمر كل مرة يقول: كل مرة رأيتك يا مغيرة، بلي أخفي، أخاف أن أرمى بحجارة من السماء، أن ينزل علي العذاب من الله تبارك وتعالى. هذا هو الفاسق المغيرة بن شعبة والفاسق عمر بن الخطاب. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن عمر يعلم إن الشهود كانوا صادقين، وإن عمر منع الشاهد الرابع من الشهادة. أعزتنا المشاهدين، ومن اعترافات عمر بصدق الشهود هو هذا الكلام. أعزتنا المشاهدين، هذا كتاب وفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان لابن خلكان، الجزء المجلد السادس، طبع دار صادر في بيروت. بل في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 366 في قصة المغيرة ابن شعبة، واستتاب عمر أبا بكر فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي. فقال: أجل. فقال: لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا. فلما ضربوا الحد قال المغيرة: الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم. فلما الشهود الثلاثة ضربوا الحد قال المغيرة: الحمد لله الذي أخزى الشهود الذين شهدوا عليه بالزنا. فقال عمر: بل أخزى الله مكانا رأوك فيه، بل أخزى الله مكانا رأوك فيه. أعزتنا المشاهدين، هذا كلام صريح بأن الشهود كانوا صادقين، وهذا القصة ليس مفترات على المغيرة بن شعبة. وروى ذلك أيضا المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة، هذا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، الجزء الثاني عشر، تبع الأميرة في بيروت في سنة 1428، في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 341. قال: فاستتاب عمر أبا بكر فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي. قال: أجل. قال: فإني لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا. قال، يعني عمر قال له: تب. قال لأبي بكر: تب. قال: لماذا أتوب؟ لكي تقبل شهادتي، لأن الآية المباركة تقول: بل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا أبو بكر لو تاب فإن عمر يقبل شهادته في المستقبل. فقال: فاستتاب عمر أبا بكر فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي. قال: أجل. قال: فإني لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا، لا أشهد بين اثنين، لماذا أقول إني كذاب؟ أنا لا أفعل ذلك. قال: فلما ضربوا الحد قال المغيرة: الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم. فقال عمر: أسكت، أخزى الله مكانا رأوك فيه. هذا إن عمر شتم المغيرة بعدما جلد الشهود، فقال: أسكت، أخزى الله مكانا رأوك فيه. هذا صريح بماذا؟ بأن عمر كان يعلم إن الشهود كانوا صادقين. أعزتنا المشاهدين، ثم بعد هذا الأمر إن عمر قد ولى المغيرة الكوفة بعد هذا الأمر، بعد أن شهد هؤلاء الناس بهذه الشهادات عليه. أعزتنا المشاهدين، حتى الشاهد الرابع ماذا شهد؟ بماذا شهد؟ هذا كتاب الطبري تاريخ الطبري
تاريخ الطبري الجزء الثالث تبع مؤسسة الأعلام للمطبوعات طبع في سنة 1418 في بيروت لبنان. وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكر صفحة 472. وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكر ولم يشهد بمثل زياد بمثل شهادته. قال رأيته جالسا بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان وإستين مكشوفتين وسمعت حفزانا شديدا. هذا ما شهد به زياد. مع هذه الشهادات حتى الشاهد الرابع شهد بشيء بل شهد بشيء ثقيل. مع ذلك إن عمر بن الخطاب ولا زياد بن أبيه الكوفة ونريكم ذلك. هذا كتاب تاريخ الطبري. المعروف بتاريخ الأمم والملوك تبع مؤسسة الأعلام للمطبوعات طبع في سنة 1418. أعزتنا المشاهدين في عمال مصر على الأمصار عمال مصر عمال عمر على الأمصار صفحة 612. عمال عمر على الأمصار على الأمصار صفحة 612. وكان عامل عمر في السنة التي قتل فيها على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي وعلى صنعاء يعلى بن منية حليف بني نوفل بن عبد مناف وعلى الجند عبد الله بن ربيعة وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة وعلى البصرة أبو موسى الأشعري. فعزتنا المشاهدين ثم مع ذلك الفسق العظيم ومع تلك الفضيحة إن عمر بن الخطاب جعل الرجل على الكوفة وأبقاه عثمان على الكوفة إلى الآخر حتى قتل عثمان. حينما جاء أمير المؤمنين عليه السلام هرب المغيرة بن شعبة إلى الشام والتحق بمعاوية. ثم معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام جعله على الكوفة وكان على الكوفة حتى مات بالطاعون في سنة خمسين. أعزتنا المشاهدين فهذا هو المغيرة بن شعبة. بعد هذا الفسق إن عمر جعله على الكوفة وأبقاه هنالك على الكوفة على ولاية الكوفة أبقاه عثمان إلى سنة 35 حتى قتل عثمان بن عفان. إن عمر حينما ولى الكوفة زيادا ماذا قال له؟ انظروا أعزتنا المشاهدين هذا كتاب تاريخ مدينة دمشق الجزء 60 تأليف الحافظ ابن عساكر طبع دار الفكر طبع في سنة 1418. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 39 ها هي. يروي بسنده عن يوسف بن ميمون عن أبي حبيب بن أبي ثابت أن عمر بن الخطاب قال ما تقولون في تولية ضعيف مسلم أو قوي فاجر؟ فقال له المغيرة المسلم الضعيف إسلامه له وضعفه عليك وعلى رعيتك، وأما القوي الفاجر ففجوره عليك وقوته لك ولرعيتك. فقال له عمر فأنت هو وأنا باعثك يا مغيرة. فلما ودعته
فقال له عمر اسمع نقطة 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 نقطة، يقول كان بياضا في الأصل. فكان المغيرة على الكوفة سنة وثلاثة أشهر. أعزتنا المشاهد، هذا صريح إن عمر جعله مستشارا لنفسه. فهذا الزاني عمر يستشير به ويقول ماذا تقول في تولية مسلم ضعيف أو مسلم فاجر؟ فيقول له هذا المغيرة هذا الزاني، يقول المسلم الضعيف لا فائدة فيه، مسلم الضعيف إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى رعيتك، أما المسلم الفاجر هذا يفيده فجوره لنفسه أما قوته لك ولرعيتك. فقال عمر ماذا قال؟ عمر قال فأنت هو القوي الفاجر، يعني القوي الفاجر أنت، وهو ولاه الكوفة. يا سبحان الله. ليسأل أحد الناس يا عمر يا ملعون، هنالك كثير من أخيار الصحابة موجودون، سلمان موجود، عمار موجود، مقداد موجود، أبو ذر موجودون، وهؤلاء أقوياء في الدين. إن عمار بن ياسر هذا من السابقين الأولين، كيف تعزله عن الكوفة وتجعله هذا الفاسق مكانه؟ فأعزتنا المشاهدين، المهم هو حين تولية الكوفة إن عمر شهد بأن الرجل فاجر فاجر، وهذا اعتراف بأن هؤلاء الشهود الذين شهدوا عليه هؤلاء كانوا صادقين. وكذلك قد رواه في العقد الفريد، أعزتنا المشاهدين هذا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، طبع دار الكتب العلمية، طبع في سنة 1408. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 22 تولية ابن الخطاب للمغيرة مكان ابن أبي وقاص على الكوفة. ولما قدم رجال الكوفة على عمر بن الخطاب يشكون سعد بن أبي وقاص، قال من يعذرني من أهل الكوفة؟ إن وليت عليهم التقيل ضعفوه، وإن وليت عليهم القوية فجروه. فقال له المغيرة يا أمير الفاسقين، إن التقيل الضعيف له تقواه وعليك ضعفه، والقوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره. قال صدقت، فأنت القوي الفاجر فاخرج إليه. فلم يزل عليهم أيام عمر وصدرا من أيام عثمان وأيام معاوية حتى مات المغيرة. فهذا أعزتنا المشاهدين حين تولية الكوفة إن عمر شهد بأنه هو فاجر، إن المغيرة ابن شعبة فاجر. أعزتنا المشاهدين فحينئذ ثبت طعننا في عمر بن الخطاب وفي المغيرة ابن شعبة، وفي عمر بن الخطاب إنه كان ظالما، إنه جلد الثلاثة الشهود الصادقين ومنع الشاهد الرابع من الشهادة، وهذا ظلم على الثلاثة الشهود الأول، وهذا بل نصرة للمجرم الذي أتى بفاحشة الزنا المغيرة بن شعبة، وهذا الظلم هذا الظلم بل حتى عمر إنه اعترف بلسانه وقال للمغيرة بن شعبة ما رأيتك إلا وخفت أن أرمى بحجارة السماء، ما رأيتك إلا وخفت أن أرمى بحجارة السماء، يعني ينزل عذاب على عمر بن الخطاب، فكان يرى نفسه مستحقا للعذاب من الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى ومن يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فحينئذ عن عمر بن الخطاب تعدى حدود الله تبارك وتعالى، أجر الحد على من؟ على الشهود الأبرياء، لا جرم لهم، صدقوا، وإنه قد
بل قد أنقذ صاحبه المغيرة الزاني عن الرجم. وأيضا هذا يثبت أن المغيرة بن شعبة بالفعل قد زنى بأم جميل. وعلى كل حال أن الفرقة العمرية يقول الصحابة كلهم بل كلهم عدول، وهذا يثبت الأمر ليس كذلك، وهذا الكلام كلام باطل. الحمد لله رب العالمين. غدا نبين لكم أعزائنا المشاهدين موقف أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الأمر، ماذا كان موقف أمير المؤمنين عليه السلام، وهل بقية الصحابة إنهم سكتوا عن عمر بن الخطاب، وهل كانوا راضين بفعل عمر. هذا يأتي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن أنا أعود بين فاصل قصير وأجيب على اتصالاتكم، وبالأخص أدعو الفرقة العمرية بأن يتصلوا علينا وأن يحتجوا علينا ما إذا كان عندهم من الحجة ومن الرد علينا.